بسم الله الرحمن الرحيم. الطلبة الأعزاء، نبدي بالفصل الرابع اللي هو Energy and Potential، واللي نعني به الطاقة والجهد. الطاقة اللي جاية من الشحنات اللي موجودة في حيز معين، فراح يتولد مجال كهربائي، وبالتالي راح تتولد طاقة كهربائية اللي هي الشغل نتيجة للمجال الكهربائي، لأن يعني الشغل احنا نعرفه يساوي ان الاف دوت دوت دي اكس، فممكن ان نقول انه الشغل السالب هنا راح نشتغل على المجال اللي هو كيو 1 كيو 2 على 4 باي ابسلون نوت ار تربيع مضروبة بي دوت دي اكس. فهذا هنا او دي ار العفو المتجه، فإذا نكامل على مدى نطلع الشغل فراح يساوي لنا كيو 1 كيو 2 على 4 باي ابسلون ار تربيع دي ار. هذه ثوابت، هذه من 0 الى ار 1 2 مسافة بين الشحنتين، راح يعطينا ناقص كيو 1 كيو 2 على 4 باي ابسلون نوت تكامل، هذا راح يكون 1 على ار، وبالتالي راح نحصل كيو 1 كيو 2 على 4 باي ابسلون ار. نقدر نكتبها كيو في كيو على 4 باي ابسلون ار، وهذه هي عبارة عن الجهد اللي هو الفي تساوي كي كيو على ار. اذا اكو علاقة ما بين الطاقة اللي هو الشغل وما بين الجهد الكهربائي. اذا انرجي الطاقة اللازمة لتحريك شحنة نقطية خلال جهد معين. إذا نجيب الشحنة Q1 من اللانهاية إلى هذه المنطقة، فالشغل المنجز راح يساوي لنا صفر W1، لأن ما راح أنجز وماكو أي مجال. من إجت هاي الشحنة راح يتولد مجال كهربائي. من أجيب الشحنة رقم 2 هنا راح يصير عندي قوة، راح يصير عندي شغل اللي هو مقداره ناقص كيو اي دوت دي ال. شقد المسافه اللي مشيتها اللي هي هذه دي اقصد بها دي ال. فاذا هذه هنا كيو في اي هي تمثل اف، ورجعنا الى لانه الشغل يساوي لنا القوه مضروبا في الازاحه، لان الشغل هو كميه عدديه. زين، جاي من اي دوت بي باعتبارها متجهات. فاذا هنا اذا اريد اكامل واوجد الشغل راح يكون من الانيشيال اللي هي دائما ناخذها من الانفينيتي الى فد منطقه معينه اللي هي نقصد بها الار 1 انفينيتي، بعدين راح يصير ار 1 2 الى اخره. فهذا راح يكون هذا الاي دوت دي ال هو شيء يمثل جهد. شلون عرفت الجهد؟ لان انا اعرف الاي بالمتسعه شو يساوي لنا في على دي. اذا اقول دي اي ايش راح يساوي لنا؟ راح يساوي لنا في على دي دي ال، ومن هذا راح احصل الى انه الفي تساوي ناقص تكامل اي دوت دي ال. ايش قد المسافه؟ لان الجهد او العفو المجال الكهربائي ثابت بين لوحين متسعه. هذه الدي ال هذه تمثل كميه تجاهيه، مثل ما شفنا بالفصل الاول انه ال دي ال وال دي اس هي كميات اتجاهيه، ال دي في كميه عدديه، وراح يمثلها اتجاه وقيمه. على سبيل المثال هذا ال دي 4-1، ومثل ما عودتكم بالمحاضرات السابقه هذه الادريلات راح يكون حلها منفصل. نجي الى ما يسمى بالتكامل الخطي لاين انتجرال. يعني لو فرضنا هذه هي الانيشال وهذه هي الفاينل، فاجي اخذ هنا طول تفاضلي مقداره دي ال، حتى احسب الشغل اللازم لنقل شحنه من هذا المكان الى هذا المكان، فهذا راح يكون القانون. ومثل ما قلنا الدي ال هي تمثل متجه، اذا بالمحاور الكارتيزيه هذا راح يكون قيمه الدي ال
كاتجاه وكقيمة، هذه قيمته بالمحور الأسطوانية، وهذه قيمته بالمحور المتعامدة. وإذا أخذنا أنه من A إلى B E ناقصا Q E dot DL، فراح ينطينا Q في E في L من B إلى A، وهذا راح ينطينا قانون شغل، لأن هذا ينطينا F وهذا ينطينا ال L. هذا المثال انه نشوف تأثير المسار على كمية الشغل او كمية الطاقة اللي راح نوجد. فنفرض انه عندنا مجال كهربائي منتظم ثابت باتجاه Z، ولكن يتغير باتجاه XY مثل ما نشوف هنا. فنريد نحرك شحنة مقدارها 2 كولوم من النقطة B اللي إحداثياتها 1 0 1 إلى النقطة A اللي إحداثياتها 0.8 0.6 1، بهذا الاتجاه على مسار كرة أو دائرة معادلتها X تربيع زائد Y تربيع يساوينا 1. زين، فإذا مثل ما نشوف هنا عندنا هذه معادلة الدائرة. فنيجي نحسب هذا الدي ال اللي راح يتحرك على كرة نصف قطرها 1، وهذه الزاوية ثيتا وهذا هو الدي ال. فإذا طول هذا القوس راح ايش يساوي لنا؟ راح يساوي لنا ار دي ثيتا. إذا نريد نحسب الشغل اللي هو ناقص كيو تكامل من A إلى B على الـ E دوت دي ال، وهنا A الـ دي ال راح يكون هو عبارة عن هذا المسار من نقطة A إلى نقطة B، والـ E هو أيضا منطينا المعادلة مالته باتجاه X و Y و Z، راح يصير التكامل هذا راح يكون باتجاه X وباتجاه Y وباتجاه Z. فنجي هنا هذا راح تنظرف في هذا، وهذه راح تنظرف في هذا، والZ تنظرف في الZ، ما عداها راح يكون A dot I مثل ما قلنا J تساوي لنا صفر، ولكن A dot I dot A I تساوي لنا A dot J dot A dot J و A dot K dot A dot K يساوي لنا 1. فإذن راح يكون هنا عندنا هذا التكامل الأول من 1 إلى 0.8، والتكامل الثاني من 0 إلى 0.6، والتكامل بالنسبة للزيت راح يكون من 1 إلى 1، وبالتالي هذا التكامل راح يهمل. فإذا راح يصير عندي ناقص 2 من 1 إلى 0.8 y dx ناقص 2 التكامل من 1 من 0 إلى 0.6 و x dy. إذن أنا أحتاج هذا التكامل رقم 1 وهذا التكامل رقم 2. نجي إلى التكامل رقم 1، شي يساوي لنا ناقص 2 تكامل من 1 إلى 0.8. أجي أحتاج إلى قيمة y، منين أطلعها قيمة y؟ طلعها منها y شي يساوي لنا؟ تساوي لنا 1 ناقصا x تربيع. إذن y شي يساوي تحت الجذر 1 ناقص x تربيع، أجي أعوضها هنا تحت الجذر 1 ناقص x تربيع dx، والآي 2 راح يساوي لنا نفس الحالة من 0 إلى 0.6 تكامل تحت الجذر 1 ناقص y تربيع dx. هذا اني شلون راح احلهن، اللي هو
هنا راح افرض انه y تساوي لنا ساين x على سبيل المثال، هذه دي y العفو، هذه مثلا x تساوي لنا ساين x ساين مثلا ثيتا، إذن دي x راح يساوي لنا كوساين ثيتا دي ثيتا، وأجي أعوض هنا تحت الجذر واحد ناقص ساين تربيع ثيتا كوساين ثيتا دي ثيتا، راح يكون تكامل من صفر إلى بوينت أو ايت، وهنا أجي أعوض إذا كانت صفر ثيتا راح تكون صفر، وإذا كانت بوينت ايت فثيتا راح تكون أكيد قريبة من الباي على اثنين لأن كوساين، فإذا هذا أيضا هم إلها قيمة هنا، راح يصير عندي تكامل كوساين تربيع ثيتا دي ثيتا، وهذا أعرفه هو كوساين تو ثيتا ناقص واحد على اثنين، وأبدي بالتكامل مالتي. ما نشوف هنا راح يكون هذا التكامل هو ينطيني ساين انفيرس، هذا هنا اجي اعوض ساين انفيرس واحد تنطيني باي على اثنين، والساين العفو وساين انفيرس بوينت ايت ايضا الى قيمتها، اجمع هذه القيم وأحصل على ناقص بوينت 96 جول اللي هي قيمة الطاقة. الحالة الثانية نفسها، كرر المثال أيضا، انقل شحنة مقدارها 2 من A إلى B، ولكن هنا باستخدام ستريت لاين، يعني هنا النقاط اللي عندي هي 1 0 1 وعندي بوينت 8.6 واحد، هذه النقاط، فأجي أستخرج معادلة المستقيم اللي عندنا a y ناقص y1 يساوي لنا x ناقص x1 على y ناقص y1 في x2 ناقص x1 على y2 ناقص y1 اللي هي ال y تساوي لنا الميل مضروبا في الاكس، فاجي اطبق هنا القيم مالتي واي ناقصا الواي بي، هنا أنا عندي بوينت 6 الواي اي 0 واي بي بوينت 6 الاكس اي 1 والاكس بي بوينت 8، وهنا أنا ايضا ناقصا بوينت 8، وأيضا أطبق هنا واحد هذه وهنا واحد ناقص واحد، هذا راح يساوي لنا صفر، هنا عندنا النقطة بين فإذا راح نحصل على معادلة المستقيم اللي ميله 3 وبقطع مقداره ناقص 3، فإذا أجي أعوض عن قيمة واي بما يساويها من هذا القانون، فراح احصل على y دي اكس و x دي y نفس الشيء مثل ما حصلنا، ولكن هنا ال y راح تكون قيمتها ناقص 3 x ناقص 1، كانت عندنا ناقص 2 وضربناها في ناقص 3 صارت موجب 6 x ناقص 1، وهذه قيمتها هنا 1 ناقص y، اجي راح يكون 6 تكامل من 1 إلى 0.8 x ناقص 6 dx من 1 إلى 0.8 ويساوي هنا 6 في 0.2 6 في x تربيع على 2 ناقص 6 x، ونجي هنا راح يصير عندنا تكامل من 0 إلى 0.6 y دي واي ناقص صير زائد 2 على 3 تكامل من 0 إلى 0.6 على الواي دي واي، هذه راح تطلع 2
2 هنا ماكو 2 واي من 0 الى 0.6 زائد 2 على 3 واي تربيع على 2 ايضا من 0 الى 0.6 هذه الاثنين تروح ويا الاثنين ايضا عندنا هاي الاثنين تروح ويا 6 تصير 3 ونجمع حين راح تطلع ايضا ناقص 0.06 ايش نستنتج من هاي النتيجتين النتيجة الاولى كانت ناقص 0.96 جول عندما تحركنا على مسار دائري والنتيجة الأخرى اللي هي عندما تحركنا بين هاي النقطتين واعتبرناهن ريد نوجد معادلة هذا المستقيم اللي بين النقطة B وبين النقطة A اللي هاي إحداثياتها 0.8.61 وهاي إحداثياتها 1.01 فوجدنا معادلة الخط المستقيم وهذا الزت واحد هو اصلا يعني احنا ما عندنا تغيير به فشفنا الاستنتاج اللي راح نستنتجه انه الشغل لا يعتمد على المسار والدليل انه بالطريقة الاولى او بالطريقة الثانية احنا حصلنا نفس الشغل فاذا راح نستنتج انه هذه النقاط وهنا شلون تحسب الواي تطلع 3 ناقص اكس ناقص عن 1 وهذا قيمة الزد راح تساوي لنا 0 وهنا المعادلة اللي بعدها شلون طلعت الزد يساوي لنا 1 فاذا نعوض هذه الواي فلاح نشوف انه same amount of work with different path اذا نفس قيمة الشغل مع اختلاف المسارات والشيء الثاني انه اللاين انتجرال ما يعتمد على المسار وانما يعتمد على قيمة اي هذا الدريل ايضا ان شاء الله أن يكون الى محاضرة منفردة هو للدي 4.1 وكذلك الدي 3 potential difference اللي هو فرق الجهد اللي هو عندما ننقل بين اذا فرضنا هاي النقطة A وهاي النقطة B فهنا قد قيمة الشغل العفو فرق الجهد AB فاذا نجي انه احنا الجهد مثل ما قلنا هو الـ E dot dot DL وعندما ننتقل او ناخذ نقطتين في منطقة بها شحنات يعني الشحنة من تتواجد الشحنة راح يكون بها جهد راح يكون بها مجال كهربائي وراح يكون بها طاقة اللي هي ميو بس ما راح يكون بها قوة ليش لأن القوة تحتاج شحنتين يعني منطوق قانون كولوم يقول كل شحنتين تؤثر على أحدهما الأخرى بقوة فإذا هنا الشغل ما موجود فالV أنا عندي هي Q على 4 باي إبسيلون R زين الE هي Q على 4 باي إبسيلون R تربيع اللي هو التحديث مال قانون كولوم فإذا أجي هنا إذا فرضت أنا عندي شحنة نقطية موجودة فإذا موجود مجال كهربائي حول هذه الشحنة فأريد أشوف أجيب الفولت ميتر مالتي أخليه بهاي النقطة وأجيب الطرف الثاني أخليه بهاي النقطة وأشوف إيش قد يقرأ لي potential difference فإذا أجي أكامل هنا أنا راح يصير عندي Q على 4 باي إبسيلون نوت خارج قوس من R B إلى R A هذا سالب راح يصير دي ار على ار تربيع زين نجي الى العفو دي ار على ار تربيع شو يساوي لنا من ار بي الى ار اي تساوي لنا من ار بي الى ار اي ار اس ناقص 2 دي ار التكامل شو يقول الاس القديم زائد 1 على الاس الجديد ايش قد راح يصير
ناقص واحد، لأن ناقص اثنين زاد واحد ناقص واحد، من ار بي إلى ار اي أجي أعوضها هنا، إذا ناقص كيو على 4 باي إبسيلون نوت، هذه واحد بالسالب على ار من ار بي إلى ار اي، هذا السالب يروح ويا هذا السالب، إذا الفي راح يكون يساوي لنا كيو على 4 باي إبسيلون 1 على ار اي ناقصا 1 على ار بي، اللي هي هاي النتيجة اللي استخرجناها. فهذه النقطة اي وهذه النقطة بي، وناخذ فد طول تفاضلي مقدار دي ال اللي راح يكون بالمحاور الكروية بهذا الشكل، ونجي نكامل عليه ونعرف ايش قد قيمة ال V A B ما بين هاي النقطة وهذه النقطة. فإذا measure potential difference between a point and something which has zero potential ground، فإذا راح يكون كل قياساتنا بالنسبة للأرض اللي هو جهدها يساوي لنا صفر، وهذه النقطة B. لذلك تشوف انه انت الفولت ميتر رأسا ينطينا قراءة باعتبار انه الارث مال التمديدات الكهربائية هو الرفرنس مالتنا، فرأسا من نقرة 10 يعني 10 من نقرة، ولكن اذا انطانا رفرنس في بعض المسائل اللي راح تجي مثلا يقول لك ناقص 5 وانتقلنا الى هاي المنطقة اللي لقينا بها 10، فاذا البوتنشال ديفرنس هنا 15، يعني 10 ناقص ناقص 5 يصير 10 زائد 5 وتساوي لنا 15. فإذا لو فرضنا هذه الشحنة كيوب مثل ما قلنا قبل شوية، وهذه النقطة A اللي تبعد مسافة معينة عن هذه الشحنة، وإجينا إلى النقطة B اللي تبعد أيضا مسافة أخرى عن هذه الشحنة، فراح يكون في هنا عندنا F E موجودة، V موجودة، U موجودة، ولكن F غير موجودة باعتبار أنه الF تحتاج إلى شحنة ثانية. هذا الدريل أيضا راح نحاول نحله على الاتفاق. فلو فرضنا أن potential field of charge of point charge، المجال أو مجال الجهد ل شحنة نقطية، لو فرضنا انه في المالا نهاية قيمة ال V تساوي لنا صفر، فاذا ال V هنا راح تساوي لنا Q على 4 باي ابسيلون R. منين اجت هاي ال R؟ لان اذا نرجع للسلايد اللي قبله تساوي لنا Q على 4 باي ابسيلون 1 على R A ناقصا واحد على ار بي، فاحنا قلنا هنا كيو على 4 باي ابسيلون، نريد ننقل هاي الشحنه الى المسافه ار ونجيبها منين؟ نجيبها من المالانهايه. فاذا هذا الحل ايش راح يساوي لنا؟ راح يساوي لان هنا هو في اي ناقصا في بي، فهاي الفي بي راح يساوي لنا صفر، فاذا الكيو على 4 باي إبسيلون R هذا راح يساوي لنا ال VAB. زين، هذه متسعة ذات اللوحين موجبة وسالبة، وهذا المجال الكهربائي المنتظم ما بين اللوحين. فش يقول هنا What is the potential difference between two charge plates؟ هنا راح يصير عندي ال V تساوي لنا تكامل من A إلى B على E دوت دي ال، وبما أنه ال E ثابت بين اللوحين المتسعة فراح يكون E دوت دي ال هنا، وراح يكون باتجاه X أو باتجاه Y. شوف شلون ال configuration مال المتسعة، فراح ينطيني E بي ناقصا اي، وهنا
تساوي لنا اي في دي لين بي ناقص اي، هو يساوي لنا ال المسافة دي اللي هي ما بين لوحي المتسع، فراح تساوي لنا اي دوت دي او اي في دي. هذا الدر الخمسة ايضا جيت نحاول نحن من الدرلات ننزلها ان شاء الله بالمحاضرة. potential field of single charge، لو جبنا شحنة من الما لا نهاية الى النقطة هذه، فراح يكون الشغل يساوي لنا صفر، لان ماكو اي مجال انا ابذل جهد عليه. من اجيب الشحنة الثانية لا، راح يصير عندي W تساوي لنا Q1 Q2 على 4 باي ابسلون R، هذا نسميه 1 2. اجيب الشحنة الثالثة راح يصير عندي هاي الشحنة الثانية، هذه الشحنة الثالثة والشحنة الرابعة، فإذا أنقل أن من الشحنات راح يصير عندي ال W هو عبارة عن السمايشن من I يساوي لنا 1 إلى N QI، وJ أيضا يساوي لنا من 1 إلى N QI QJ على 4 باي ابسلون ار اي جي، وهنا انا اخذ اي لا تساوي لنا جي، لان ما ممكن ان الشحنة تأثر على نفسها، فاهمل ما يسمى اي يعني Q1 Q2 هذه ما راح اخذها بنظر الاعتبار، لان ما ممكن انه يكون شحنة تؤثر على نفسها، ولكن Q1 تأثر على Q2 وتأثر على Q3 وتأثر على Q4 وتأثر على Qn، بالمقابل Q1 تأثر على Q2 وعلى Q3 وعلى Q4 وعلى Qn وهكذا، فراح أحصل على هذا هو الجهد الكهربائي لمجموعة من الشحنات مقدارها N.